شارع درب البربرة قلب القاهرة القديمة وشاهد على التعايش الثقافي. في شارع صغير بمحيط منطقة العتبة كان التجار الأفارقة بيتجمعوا يعرضوا بضاعتهم، ومع مرور الأيام وشهرة الشارع سماه المصريين درب البربرة نسبة للتجار أصحاب البشرة السمراء. إيه هي قصة درب البربرة وليه يعتبر رمز للوحدة الوطنية المصرية؟ تابعونا. شارع درب البربرة يقع في قلب منطقة العتبة بالقاهرة، ويعتبر رمز للتنوع الثقافي والديني في مصر. في ثلاثينيات القرن الماضي كان الشارع مركز للتجارة والتعايش بين كل الطوائف، المسلمين والمسيحيين واليهود اللي محلاتهم كانت متجاورة وبتشتغل في تناغم وألفة. التجارة في درب البربرة تنوعت بين بيع الأقمشة والمجوهرات والأدوات المنزلية. شارع حيوي نابض بالحياة، أصوات المناديين فيه ما بتقفش، والزباين بتتنقل من محل للتاني للمفضلة بين الجودة والأسعار. الشارع التاريخي بيعكس صورة القاهرة القديمة في تنوعها الثقافي والديني، خاصة إن ضمن عدة مناطق تجارية وتاريخية كبيرة زي المسكي بتحمل نفس الطابع. وما زال شارع درب البربرة يحمل عبق تاريخ القاهرة القديمة، وأصوات المناديين لا تتوقف. شاركنا، هل عمرك زرت الشارع أو اشتريت منه؟